خلال لقائهما في الضفة، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطالبته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الأراضي الفلسطينية بضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في موسكو. وكان موضوع المؤتمر قد تطرق له الطرفان الفلسطيني والروسي منذ سنوات، بحيث تشاورت موسكو مع عدة دول حوله بما فيها الاتحاد الأوروبي. كما أكد عباس أن الأطراف الفلسطينية المختلفة جادة فيما يخص موضوع المصالحة. نعرف اهتمام الأصدقاء في روسيا بالوضع الداخلي الفلسطيني والمصالحة الفلسطينية، وقد أكدت لفخامة الرئيس بأننا ماضون في هذه المصالحة، ونؤكد أنه إذا تم تحديد موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية فهو بوابة المصالحة. من جهته أكد بوتين أن حل القضية الإسرائيلية الفلسطينية لا يمكن أن يكون قرارا أحاديا. يذكر أن روسيا عضو هام في المجموعة الرباعية لحفظ السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي تضم أيضاً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. المباحثات بين عباس وبوتين شملت جملة من القضايا التي تهم البلدين، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية التي تشكل عقبة رئيسية أمام عملية السلام، وكذلك مسألة الأسرى. ويرى محللون سياسيون بأن زيارة بوتين للشرق الأوسط في الوقت الراهن محاولة من موسكو لتعزيز نفوذها هناك، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات مهمة تطغى عليها الأزمة السورية والبرنامج النووي الإيراني. رشيد سكاي، بي بي سي.